نجمة تيفي قريبة منكم، مضوية في عيونكم. تحركيك يلا يلا تحرك بالذات بالذات بالنسبة لي المدرسة المجرية عاد غتبدأ. لماذا؟ لأنه كان واحد الحقبة باش كان ضروري أنني يعني نكرس هذا اللون الجديد ديال الأغنية العربية يعني بالأسلوب الدولي، يعني لا وورلد ميوزيك. هاد الموسيقى جات جديدة بالفعل للمغاربة، وخصها حتى هي وقت باش يمكن لهم المغاربة حتى هما يفهموها ويستوعبوها وتدخل في إطار البحث الفني العالمي. فإذا طبعا أنا لم أعتزل الموسيقى واخا كبرت شيئا ما، فعندي الحمد لله ونشكر الله أعطاني واحد الولد يعني ذكي جميل قوي، له صوت جميل له إرادة ودراية في الفن الموسيقي خاصة. فهو نصر الله، هذا الاسم ديالو ولكن نصر الفني نصر ميغرين. فهو بالنسبة لي هو الاستمرارية، أنا بالنسبة لي نصر هو اللي قدر يوصل الموسيقى الميغرية عالميا. لماذا؟ لأنه باش تكون الموسيقى الميغرية عالمية خصنا يعني نحاور العالم إما بالفرنسية وإلا بالإنجليزية. فلهذا فنصر بدأ أن يغني بالإنجليزي، وهذا كسب آخر للمدرسة الميغرية. إذن هناك يمتلك واحد الغزو آخر بطريقة أخرى. أما الاستمرارية ديال كمدرسة ميغرية باللغة العربية، فهو كذلك نصر يعني ممتاز فهاد يعني تربى أو ترعرع في يعني في واحد الجو ديال الأب ديالو خاصة، ثم أعمامه وجليلة كذلك ما نساوهاش. ف يعني متشبع بالموسيقى المغرية وفهمها مزيان، ونظن أنا الله سبحانه وتعالى دايره هو اللي غادي يكون هو العنصر الخامس ديال المدرسة المغرية. هلو لاباس كيداير؟ بخير انا الحمد لله. شنو جبت لك؟ اوه هذه عاد خرجتها ناصر ميغري وعاد خرجتها سان كادو بوغ توا. شوف فين تعلقها. شبابي الغالي زوينه الشباب، وتا انا هنايا حسنت باش نبان بحالك ياك الشباب الاب والابن. مزيان انا نحطها لك هنا ولا نحطها في هنا في الفوق؟ يلا حطها بيد ما تما. مزيان عندك قاعده شي شويه. سي بون سي بون. انا جيمي قال صحتك. اما هنا رحنا هنا هذا الكتاب هذا على ليف حسن ميغري الله خصك خير لو بوفوار دي ليتر. بالليل هنايا مع جوج الليل كانت كنت كنشوف واحد القمر كان ما عرفتش فهمتي فقط بيزاز ديال الله سبحانه وتعالى. كنت كنشوف هاكا كنت حط راسي كتبان لي هاديك لابتوب ضاوية بحال شي مكان، وكنت يلاه شي ما كملاش شي شهر قبل ما نتوغنيو لو كليب، وانا نقول هنا فين غادي نصور لو كليب ديالي كون بارتي ديالو داكشي اللي طرا افيكتيفمون. داك يعني داكشي اللي تصورته كامل و ناغياليزي، وانا فين كنشكر ليكيب ديالي كامله اللي وقفوا معايا وكل واحد ديكوراتور وريزاتور. هادي النقلة راه درتها في حسن ميغري في 74
راه عندها اكثر من 40 عام هذه الكلاب. وانا فين تمثلوا لي كليب ديال لي ميغري وديال الحوريه ودابا ديال ناصر. يعني هاد الودايا ولات بحال شي بلاطو دو تورناج ديال لي ميغري. عايش في احزاني. فعلا الودايا يعني كبرت فيها وتربيت فيها مع الاستاذ الاب ديالي الاستاذ حسن ميغري. يعني هي المدرسه الاولى ديال الحياه ديالي. ومن بعد يعني بس وصلت انه غادي ندير اول فيديو كليب ديالي ما نسيتهاش. يعني دخلتها كما درت المدرسه البوعنانيه ديال الساعه سميتها المائيه لان فاس حدا المدرسه البوعنانيه. ومشينا للقنيطره المتحف درب الغازي وفي الودايا يعني الوقت هنايا. وعاودت لكم توتالوغ ليستواغ. نعاود نقول لكم الدرجه انه بقوه ميغري ما معروفين بزاف في الودايا. واحد الشخص كتب الاسم ديال حسن ميغري ودارها في بريه وصيفطها من مدينه العيون وكتب حسن ميغري المغرب وصلت حتى للدار. يعني ف ولات ان باتريمون ودابا ولا بحال ان بلاطو دو تورناج ديال 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 لو نو ميغري. واللي كيجي عندنا الودايا كيعرف بانه راه حنا عايشين فيها. واخا يعني نقدروا ساكنين في بلايص اخرين ولكن هنا كيبقى ديما لاتاشمون ليها يعني من قديم زمان. لا بالنسبه للاخوان حسن ومحمود لا بالنسبه ليا انا كبرت في الودايا. ومن بعد يعني دابا فالجديد ديالي هو لو كليب الساعه الدور لو كليب والالبوم. فدرت واحد الجوله يعني اوروبيه ما بين فرنسا بلجيكا هولندا والمانيا. والحمد لله فكنشوف ديما كاين واحد التطور. الكليب يعني الالبوم الاول في يوم الفرح يعني في 2011 كنت خرجته كنت درت به جوله يعني مغربيه. الالبوم وينك درت به جوله مغاربيه يعني مشيت الجزائر وتونس والمغرب. والان الساعه الدور هي سون فول فيغ لوروب الحمد لله ولقات واحد الاقبال تما. فالان يعني كان هذه المشيه ديالي المشيه لاوروبا كان عندي الزهر انه تلاقيت بواحد المنتج عالمي اللي كنوجدوا انا وياه واحد السلسله ديال القطع ان شاء الله والاغاني وسلسله الكليبات ان شاء الله. هذه يكونوا من انتاج بلجيكا ان شاء الله. التروفي التكريمات من اصغر الحاجات يعني بحال هذا جمعيه اباء وامهات المعهد الموسيقي البلدي ديال تمارا حتى لو ديسك دور حتى لو ديسك د لا وورلد ميوزيك د اليونسكو. كاينه اون راديو افريكان هنا كافي اولي حتى هما كنت دست عندهم. كاين هذا قفطان بلادي اللي كان في طنجة في البروميير إيديسيون ديالو. إيوا و لو ديسك دور ديال ساعة الدور. فوالا. ما سمعت حتى حاجة من هذا الجديد. يعني أنا هاد الأيامات بحال راني كنعتكف. ما كنحاول يعني ما نسمعش الموسيقى. كنحاول راك شتي قبيله باش دخلنا الماك ديالي لقينا في يوتيوب داير ان دوكيومونتير بعيد على التاريخ على البحر الابيض المتوسط. فهاد الايامات يعني كنحاول نبعد شويه على الموسيقى حيت راني كنخرج واحد الاغاني جداد اللي قلت لكم مع المنتج البلجيكي. فهكا كندير باش كنحاول نعطي الجديد ديالي يكون مختلف ومغاير. تحية النجمة تي في معكم ناصر ميغري.